عندما تكون في هذا القبر ستتمنى ولو حسن ولو تسبيحة واحدة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لن ينفعك ذلك، هذه فقط كلمة ستقولها رب ارجعون ولن ينفعك ذلك. يقول الله إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون، فاعملوا لأخراكم، اعملوا لأخراكم من أجل أن يكون هذا القبر روضة من رياض الجنة وألا يكون حفرة من حفر النار. اللهم من نشر هذا المقطع ومن عاون على نشره ومن رآه ومن ساعد في تصويره، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النار. اللهم إن كان ضالا فاهده، اللهم إن كان مقصرا فاهده يا رب العالمين. اللهم نسأل لنا ولكم، نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة، وأن يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.